بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم في هذا اليوم بالتهنئة لجميع المدرسين والمعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمونه. هذا المعلم الذي يعتبر شمعة تحترق في سبيل إيصال المعلومة إلى طلابنا. المعلم يبذل الكثير حتى يستطيع أن يوصل المعلومة، ولا ننسى أن التعليم السابق والتعليم القديم صار فيه تقدم كبير، فكثير من المعلمين يحاولون أن يطورون أنفسهم ويبذلون جهد كبير كان أثناء العمل أو خارج أوقات العمل لتطوير أنفسهم. نحن في نادي الذيل بهذه المناسبة خصصنا يوم أسبوعيا مفتوح لجميع المدرسين في صالة السباحة، من يرغب أن يشارك وبالمجان، تكريما لهذا المعلم وتقديرا له. شكرا لكم.